أخبر مجددا أعزائي الكرام، وصلنا الآن إلى الدرس 79، كلمة benefit. benefit كلمة مهمة جدا، خلينا نتعلم استخدامات هذه الكلمة وأهم المرادفات لكلمة benefit. كل هذا فقط في دقيقتين. هدفنا حفظ 90% من المعلومات من أول مرة، 20 كلمة جديدة تقريبا. لهذا السبب خلينا نحصل على هذا الهدف من خلال التركيز. ركز معي جيدا الآن. Get ready, اجهز. Write all the phrases. So you need a notebook and a pencil. تحتاج إلى قراص وقلم حتى تكتب جميع العبارات الجديدة. Just 2 minutes, فقط دقيقتين. And repeat after me 5 times aloudly. كرر خلف العبارات بصوت مرتفع حتى أتقنها بشكل جيد. الآن اضغط على إعجاب لهذا الفيديو، اشترك في القناة، فعل زر الجرس حتى تحصل على جميع الدروس المجانية مباشرة حين نشرها. أما الدروس السابقة ستجد الرابط لهذا الكورس كاملا من الحلقة رقم 1 إلى الآن أسفل هذا الفيديو في مربع الوصف. أما كلمة benefit، كلمتنا لهذا اليوم تأتي بمعنى فائدة، مصلحة، أو تأتي بمعنى استفاد أو يستفيد. benefit benefit benefit، خلينا نتعلم الآن استخدام كلمة benefit. It would be to your benefit to take a break. سيكون من مصلحتك أن تأخذ استراحة. It would be to your benefit، من مصلحتك. Your benefit، مصلحتك. To take، لتأخذ. A break، استراحة. It would be to your benefit to take a break. ممتاز، كررها الآن 5 مرات حتى تتقنها باللفظ الصحيح واكتبها أيضا. It would be to your benefit to take a break. Very good. مثال ثاني. Maybe he was making something up for their benefit. ربما كان يقوم بشيء ما لصالحهم. Their benefit، for their benefit، لصالحهم، لصالحهم. Maybe he was making something، ربما كان يفعل شيء، يقوم بفعل شيء. Make something up for their benefit. benefit، ممتاز، كررها الآن بصوت مرتفع 5 مرات حتى تتقنها بشكل جيد. Maybe he was making something up for their benefit. Very good. مرادفات كلمة benefit، أهم هذه المرادفات هي interest، فائدة. assistance، مساعدة. and support، دعم. advantage، فائدة أو أفضلية. فائدة أو أفضلية. إذن كلمة benefit كلمة مهمة جدا. الآن حاول أن تكون جملة مستخدما فيها كلمة benefit. كون جملة استخدم فيها كلمة benefit واكتبها أسفل هذا الفيديو في التعليق حتى استفاد منها الآخرون أيضا. شكرا لكم على المتابعة، استمروا بالمثابرة وانتظرونا في الحلقة رقم 80، حلقة مميزة جدا ومع كلمة best. مع كلمة best سوف أشرحها بالتفصيل. شكرا لك وإلى اللقاء قريبا.